السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أماماني. إن شاء الله راكم كامل بخير وبصحة جيدة. وصفتنا لليوم عبارة عن وصفة جزائرية تقليدية بامتياز، اللي هي الكسكس. هذه الوصفة اللي نحضرها بكثرة في كل المناسبات، الأعراس وللضيوف. اليوم إن شاء الله راح نحضر أروع كسكس بالمرق الأبيض، مع السر اللي يخلي المرقة ثقيلة، وراح نرافقها مع أروع فلفل مرقد. من دون إطالة راح نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبدأ على بركة الله بتحضير الكسكس، لتختلف تسميته باختلاف المناطق في الجزائر. احنا في الشرق نسموه البربوشة، احنا في العاصمة أطعام، في قسنطينة النعمة. تختلف التسمية لكن يبقى نفس الطبق. كما قلت لكم اليوم راح نحضر مرقة بيضاء، كنت عملته في أيام العيد وقلت نشارككم الوصفة. إن شاء الله في وصفات أخرى نشارككم كسكس بالمرقة الحمراء. هنا في مرمى حطيت 2 مغارف كبار من الزيت، ونحط قطع لحم الخروف، من الأحسن اللي يكون فيهم العظم. وراح نضيف البصل، هذا النوع من الكسكس يحتاج كمية مليحة من البصل، عندي حبة كبيرة من البصل، مع سنينة ثوم. كاين بعض اللي يعملوا فقط بالبصل، أنا نعمله بهذه الطريقة، يجي هايل. نضيف التوابل، عندي فلفل كحل حوالي 1/4 مغرف، وأقل من 1/2 مغرف من الكزبر، وأكيد الملح. هذه هي التوابل، نخلطهم مع بعض، ونحط البرمة فوق نار اللي تكون ناقصة حتى يذبل البصل. من بعد راح نضيف حوالي 1/2 كأس من الماء سخون، ونحرك، ونضيف 2 حبات لفت إذا كانوا صغار بهذا الحجم، إذا كانوا كبار نضيف حبة واحدة. وهذا هو السر اللي يخلي مرقة عاقدة. مرة على مرة البنات نحرك، كما راكم تلاحظوا هنا اللحم راهو زاد طلق الماء تاعو. هنا البنات نخلي اللحم يتقلى جيدا، هذا هو السر اللي يخلي مرقه الكسكس تجينا بنينه. النار تكون هادئه ونخليه يتقلى جيدا، هنا ما نخافش لاني ضفت كميه من الماء، وايضا اللحم راح يطلق الماء اللي فيه. فقط راح نحرك مره على مره حتى يبدا اللحم يدخل طياب، من بعد في هذيك المرحله راح نصفي المرق. بالنسبه للكورجات او الجريوات، راح نعطيكم طريقه باش تجينا بنينه وما تجيناش صامته. هذه الطريقه يعملوها في الاعراس، حنا نعملوها حتى يعني في الايام العاديه. نقطع الكورجات بشكل طولي، وبالموس نعمل فيها ثقوب، ونرش عليها كميه من الملح وكميه من الفلفل الكحل، ونخليها تتشرب. اكيد قبل ما نضيف على المرق فيما بعد راح نغسلها جيدا بالماء. هنا البنات نرجعوا للحم، هنا بعد ما تقلى جيدا ودخل له طياب، يعني غير ندخل الموس يدخل بسهوله، معناته انه اللحم دخل له طياب. هنا في هذه المرحله راح نصفي المرق، نحي قطع اللحم، هذا هو المرق اللي تبقى راح نصفيه. هنا نصفيه في صفايه ولا في كسكاس يكون صغير. نفرغ المرق، وبالمغرف راح نضغط جيدا، وفي كل مره راح نضيف كميه من الماء الساخن. اذا راح نضغط مليح حتى تهبط كميه البصل واللفت، وهذا هو اللي يخلي المرق عاقد. وفي كل مره راح نفرغ كميه من الماء الساخن حتى تهبط كل الكميه. هنا البنات صورت لكم كل المراحل للمبتدئات حتى ينجحوا في تحضير الوصفه. هذا هو المرق، راح نفرغه في القدره، واللي يتبقى في الاسفل نرميه، ما نضيفوش للمرق، هذا هو اللي يتبقى في الاسفل. من بعد نحط القدره فوق النار، ونضيف كميه الماء اللازمه، ونحط اللحم ونخليه يطيب. نرجع الان للكسكس. البنات هذا الكسكس راه مفتول باليد، كما راكم تلاحظوا رقيق، انا نحبه هكذا، وحتى في المناسبات نعمله هكذا رقيق، يعني كما نقولوا كسكس الحراير. تحيه كبيره لخالتي ذهبيه اللي فتت لي الكسكس وكل حراير الجزائر. كنحتفظ به، نحتفظ به بهذا الفلفل الحار، هكذا يبقى جديد لمده طويله. هذه النوعيه من الكسكس اللي تتفت البديل، البنات نغسلها عادي، يعني نفرغ فيها كميه كبيره من الماء ونغسلها عادي، يعني ما نخافش منه. من بعد راح نعصره من الماء، يعني ما نخلي فيه حتى، كان اللي يحطوه في الكسكاس كان اللي يعصره بين يديه، يعني كل واحد وطريقته. هكذا البنات انا راني نحيت منه كل كميه الماء. من بعد نفرغ عليه حوالي 2 مغارف زيت، هكذا نتاكد انه الكسكس ما يتعجنش. نحرك، من بعد نغطيه ونخليه حتى ينشف مليح من الماء. هنا البنات بعد ما نشف راح نفوره، نحطه في كسكاس ونحطه فوق القدرة، نغطيه ونخليه حتى يفور. هنا الكسكس فار، راح نحيه ونحطه في جفنة.
من بعد راح نفرغ عليه الماء. هنا البنات انا راح نفوره 3 مرات، لذلك في كل مره راح نفرغ عليه كميه من الماء حتى نتعصى على كسكس اللي يكون خفيف. ننصحكم البنات انكم تفوروه 3 مرات، راح يعطيكم نتيجه احسن تفوروه 2 مرات. نحن نضفت كميه الملح، من بعد راح نغطيه ونخليه حتى ينشف. من جهه راح نحضر الفلفل المرقد، انا الكسكس الابيض دائما نرافقه بالفلفل المرقد. عندي حبات من الفلفل الحار، نقطعهم بهذا الشكل ونحطهم في مقله، نقطع فوقهم 2 سنات ثوم، فنجال من الماء، فنجال من الخل، هنا ممكن تستخدموا اي نوعيه خل، وفنجال من الزيت، يعني كلا ما كلا خل وكلا زيت، هنا الكيلة على حساب كميه الفلفل. نضيف كميه الملح والكرويه ونحطه فوق النار، تكون النار ناقصه حتى يطيب. هنا بعد ما نشف الكسكس راح نفوره لي المره الثانيه، نحطه في كسكاس، نعاود نرجعه فوق القدره، نغطيه ونخليه يفور للمره الثانيه. هنا بعد ما فار راح نعاود نفرغه في الجفنه، هنا مازال سخون، ونضيف عليه الماء. هنا البنات الماء ما كانش كميه محدده، راح نفرغ الماء حتى يعني نتحصل على كسكس اللي يكون خفيف. نغطيه ونخليه حتى ينشف ونفوره للمره الثالثه. هنا بالنسبه للخضار، الكورجات كنت حضرتها معكم، راح نغسلها. وهنا عندي اللفت كنت قطعته، ضفتهم لي المرق بعد ما صفيته من اللحم. اللحم هنا البنات راه طاب، وهذا المرقد ايضا طاب. هنا بعد ما نشف الكسكس راح نفوره للمره الثالثه. هنا كيما راكم تلاحظوا البنات، غير تهزوه بيدكم يجيكم خفيف، هنا معناته ما نضيفلوش الماء. هكذا البنات نعاود نحطه في الكسكاس ونحطه يفور للمره الثالثه والاخيره. بعد ما يفور الكسكس للمره الثالثه نحطه في جفنه ونضيف له حوالي مغرف كبيره من الزبده، ونحرك حتى نتحصل على كسكس اللي يكون خفيف ورطب. بالنسبه للمرق راح نحتاج الى كميه قليله من المرق، نحتاج الى كميه كبيره لانه هذا الكسكس راه خفيف، الكميه كافيه. هنا راني فرغت الكسكس في صحن التقديم وراح نزينه بالحمص. بالنسبه للحمص دائما نطيب كميه كبيره نحتفظ بها في المجمد، عند الحاجه نجبد الكميه اللي نحتاج، نضيف لها كميه من المرق ونحطها فوق النار حتى تغلي. من بعد زينت بالخضار، اما اللحم راني حطيته جانبا في صحن اخر. هذا هو اللحم، وهذا المرقد بنين بنين بزاف البنات، خاصة اللي يحب الحار. وهذا هو الكسكس بعد ما سقيته، تحصلنا على أروع كسكس خفيف بنين. أتمنى البنات أنكم تجربوه، قدمته مع المرقد ومع سلطة خضراء. إن شاء الله البنات تكونوا استفدتم من وصفة اليوم، نقول لكم إلى اللقاء في وصفة جديدة وفيديو جديد بإذن الله.